احنا الان نعيش في مواجهه تحديات ضخمه في جميع المجالات هذه التحديات لا يوجد وراءها افراد وانما توجد وراءها قوى عالميه ضخمه مترابطه متكاتفه الصهيونيه العالميه هؤلاء لا يمثلون افراد هنالك مثال معروف يقول اذا اجتمع ثلاثه يهود كونوا ثلاثه تشكلات لان اليهود طبيعتهم التفرق الله تعالى يقول تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى الان ان تروحوا الى المجتمع اليهودي في الدوله المحتله يوجد هنالك ابشع انواع التمييز بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين كتب كتبت حول هذه الظاهره اليهود طبقتان تحتقر احدى الطبقتين الطبقه الاخرى وقلوبهم شتى القران الكريم اخبر بذلك ولكنهم مع ذلك في قبال العدو المشترك يعني ما يتصورونه عدوا مشتركا كتله واحده احنا الان امام تحديات ضخمه هذه التحديات دخلت في بيوتنا واحد من المتدينين كان يقول انا بعد ما اتمكن احفظ اولادي في بيتي من كبار المتدينين انقطعت الرابطه بيني وبينه ما عندي سلطة عليه ما أقدر أتحكم فيه لا بأبنائي ولا ببناتي ليش؟ لأنه قوى الكفر دا عمل أبنائنا دا يعيشون في هذه الأجواء فهل يمكن لعمل فردي محدود واحد يقعد في غرفته المغلقه ويبدا بعمل معين ان يواجه هذا التحدي معقول هذا من الذي يحكم العالم الان المؤمنون او الكفار بعد ثلاثين عام من الذي يحكم العالم المؤمنون او الكفار قوى ضخمة، شركات متعددة الجنسيات، مراكز دراسات عجيبة، تصنع الفكر، وتوجه الفكر، وتوجه القادة، قوى الضغط العالمية الضخمة المترابطة، ما يخلون واحد منهم يهان في العالم، هل يمكن لعمل فردي أن يواجه هذا التحدي؟